الحمد لله الذي لا ندعو غيره ولو دعونا غيره لم يستجب لنا دعاءنا. الحمد لله الذي لا نرجو غيره ولو رجونا غيره لأخلف رجاءنا. الحمد لله الذي وكلنا إليه فأكرمنا ولم يكلنا إلى الناس فيهينونا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. اللهم فاقبل توبتنا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قبل توبتنا وامح حوبتنا واغفر ذلتنا واستر عيوبنا واجمع على الهدى شؤوننا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، ولا نسألك فابتدئنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك ووقوفنا بين يديك. اللهم طهر قلوبنا من الأدناس، وأعذنا من شر الجنة والناس، واحفظنا من شر كل بلية أو باس. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى عالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في تقوى وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأعد علينا رمضان ونحن في سعادة يا رب العالمين. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجبر تقصيرنا في حقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلمائنا وأهل الفضل فينا. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل مصر وأهلها في كنفك وأمانك وفي ضمانك وإحسانك. اللهم احفظ علينا قيادتنا وريادتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم على مصرنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. اللهم احفظ مصر في أمنها وأمانها وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم الرأفة والشفقة على شعوبهم يا أكرم الأكرمين.
اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، واكشف لهم وجوه الحقائق، وخذ بيدهم من المضائق. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أذهب عنا الهموم والغموم، وبلغنا من رضاك ما نروم وفوق ما نروم. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم احفظهم من مسالك الانحراف والضلال، وارزقهم الوسطية والاعتدال. اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم احفظهن بالحجاب والحشمة والحياء، واحفظهن من أن يفتن أو يفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر فسقة الليل والنهار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم اجعل المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا كريم. اللهم أخرج اليهود منه أذلة صاغرين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا كريم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، المحتلين، الغاصبين. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا، اللهم دمرهم تدميرا، وفرقهم تفريقا، ومزقهم شذر مذر. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم وكما جمعتنا في هذا البيت العامر على طاعتك، فاجمعنا في بيتك الحرام بين الركن والمقام، واجمعنا في مسجد نبيك وحبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلى الله عليه وسلم، واجمعنا إخوانا على سرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود. اللهم صل على نبينا محمد الأواب، اللهم صل على نبينا محمد الأواب، وعلى آله وصحبه